أكثر من 100 منتج جديد أطلق للمرة الأولى خلال معرض الأمن والسلامة انترسك 2016 في دبي، بمشاركة أكثر من 2290 عارضاً من 55 دولة. المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم يمثل فرصة ضخمة للمنتجين لعرض خدماتهم في المجالات الأمنية المتعددة مثل الأمن التجاري، الحرائقي والأمن الوطني وأمن المعلومات. طبعاً على المصنعين للتكنولوجيا وللأدوات أنه يواكبوا الأخطار اللي عم بتكون موجودة ويعملوا الـ Research and Development مشان تقدروا يحدوا من المخاطر اللي عم تتقدم مع الوقت. السوق الأمني العالمي يشهد نمواً كبيراً، إذ تغطى حجمه للمرة الأولى عتبة 500 مليار دولار في 2014، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة لا تقل عن 6% سنوياً في الأعوام المقبلة. ومع توسع الأعمال التجارية والفندقية في المنطقة وفي دول الخليج تحديداً، يزداد الطلب على خدمات ومعدات السوق الأمني، حيث يسجل سوق السلامة من الحرائق في الخليج نمواً سنوياً بنسبة 15% ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول 2020. إحنا طورنا هذه القوانين، إحنا عملنا إلزامية لتدريب الأشخاص في مكان العمل، حيتطور لدينا وعي الساكنين. أما سوق الأمن الوطني بالشرق الأوسط الذي يشمل أمن الحدود للبر والبحر والجو وحماية البنية التحتية وأمن النقل وأمن الإنترنت، فمن المفترض أن يسجل نمواً سنوياً بنسبة 18% ليصل في 2020 إلى 34 مليار دولار. الحمد لله المشاركات هذه تخدم المجتمع وتخدم شرطة دبي في نفس الوقت، لأن تقنيات جديدة، تقنيات أول مرة تصل لدولة الإمارات. كذلك سجلت كاميرات المراقبة وتقنيات التصوير حضوراً كبيراً في السوق الأمني في السنوات الأخيرة، حيث أثبتت تقنيات 4K جدارتها في المراقبة الخارجية للمدن وأسواق النقل وأماكن التجمع المختلفة. عارضين الـ 4K كاميرا، عارضينها مع فرجين الكابابيليتي سبعيتها اللي هي القدرة على الزوم، القدرة على أنه تفرجينا تفاصيل ما بنقدر عادة نشوفها بالكاميرات العادية. وشهدت التقنيات الأمنية في مجال خدمة الأفراد في المنازل تطوراً ملحوظاً، حيث تنوعت المنتجات من أقفال البيوت الرقمية وكاميرات الفيديو المنزلية إلى البيوت الذكية المتكاملة. من أمن المنازل وأماكن العمل حتى أمن المدن والأمن العالمي، أصبح التكنولوجيا ومنتجات الأمن والسلامة الأولوية القصوى على مستوى الحكومات أو المؤسسات أو حتى على مستوى الأفراد، كما تدل على ذلك المعارض والمؤتمرات المختلفة. رنا عفيفي، سكاي نيوز عربية، دبي.